بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجعنا تاني بعرضات الخيل مع الحاج اسلام. بسم الله ما شاء الله، دجانية الاتنين عمتها وحياة هادية. بسم الله ما شاء الله، قلب كده يا حاج اسلام، حاجة ما شاء الله، يعني تربية ايه ده زي ما بيقول. والشد بيقول لك الشد الاخير، يعني الناس اللي بتحب الشد ما شاء الله. والجحش الازرق ده الاخر في بيع صح؟ اه. ودي الاخر في بيع، بس هنشوف الحصان الاول. حل اللي انت كنت بتحله يا معلم. قلب التاني كده ماشي. حاجة ما شاء الله، دي كرة بحس بنيتها اهو ما شاء الله، يعني في التقليب وعلى الطوالة. بسم الله ما شاء الله والصلاة على النبي. تعال خد، اطلع كده يا اسلام، اطلع بروحه واحدة واحدة، مش عايز يعمل الحركات دي. ايوه واحدة واحدة كده، ايه هز نفسك معاه. ايوه كده عشان يرفع ديله بس. الصلاة على النبي. تعال يا معلم. بس اس اس ذكر ذكر برضو بالصلاة على النبي. بسم الله ما شاء الله. طلوق طلوق على خلف ما شاء الله، يعني اللي كان يشوف على الطوالة ما شاء الله انتاية. وهذا هو رمى الحبل، يعني ما شاء الله، يعني حاجة بسم الله ما شاء الله. اقول لكم في العربية بيشد شد انتحار، يعني شد بشد بنية وهادي، وبقول لك بينطلق وخلفتها موجودة، بطلع اسود في ابيض. حاجة ما شاء الله. انت بتربطه ليه؟ مش عايزك تربطه، انا عايزك تطلع بيه كمان طلع. سريع ورا عشان بس نوري الناس العظم كده، لان ايوه كسكس ورا. سنه ايه؟ اس سنه جوكس، كسر سنتين اهو يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. بس انا اطلعك انا اكل شوي، كسر سنتين ما شاء الله. اطلع كده واحدة واحدة، اطلع وقف ارجع عشان اصور العظم. تعال بقى في حتة اللي السبتة دي، تعال كده يا معلم. بسم الله ما شاء الله، حاجة بسم الله ما شاء الله. العظم اهو ما فيش في غلطة. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. اربع عضمات ما فيش فيهم غلطه. اطلع قدام كده شيل الثالثه الاربعه دي تعادل. بس حاجه بسم الله ما شاء الله، احسن شخصيه برضك. اربط يا باشا. الصلاه على النبي. بسم الله ما شاء الله. حل التاني يا معلم، التاني احمر فابيا، مقاس برضك مقاس تلتين يعني، بس ما شاء الله بيقول لك بيشد. السلام عليكم. تعال يا ريس تعال. السلام على النبي. ما شاء الله مكبر لسه. ما شاء الله. يس. وقف كده عشان نشوف العظم. بسم الله ما شاء الله، العظم هنا في رجل ملفته قدام. كل حاجة. دي كان لفت بتاع في الجيل.
ماشي ملفتها برضك يعني احنا ايه عشان اللي يجي يبقى ايه اللي يجي يبقى احنا عارفين احنا بنقول ايه يعني مش باينه عامه كل حاجه باينه في الفيديو اللي جاي يشتري شايف بعينيه والله ورا بسم الله ما شاء الله ما فيش فيهم غلط السن ولا سنه جوز مسخ بجوز سنتين برضو ما شاء الله تقلب امان الله وبركاته والعربيه حديد في حنكو تمام يعني ايه حديد في حنكو للجاي تمام يعني اي حد بتاع خرده ولا حاجه يسلك معاي يلف الدنيا دي حاجه ما شاء الله طب نقول الاسعار كده يا استاذ اسلام 12 و12 دي 12000 ودي ب 10000 خلاص قلنا الازرق فابيض ده ب 12000 وفي تفاوض ان شاء الله اللي هو الثاني الاحمر قصدي الاحمر فابيض بقول لك ب 12000 12000 كتير يا عم اسلام ويتفرج على البضاعه الطبيعه هو اللي هيحكم يعني الطبيعه اللي هتحكم الطبيعه اللي هتحكم تمام والعربيه اللي هتوريك والعربيه اللي هتوريك شد فلوس عند المعلم اسلام بقول لك ده ب 12000 مؤاخذه في الكلمه كنت انا قلتها على الثاني والثاني ب 10000 انا من رايي اللي يجي ونفسه ياخد حاجه ياخد ده لان ده كويس ما شاء الله عشان بسم الله ما شاء الله برضه بقول لك بيشد الشد كويس فيه ما شاء الله الجحش ده شغال؟ لا سيبه من عندك ركوب الظهر بس ركوب ظهر بس الجحش شغال ركوب ظهر اهو بس لسه طري سنه وثلاث شهور طب حلو كده نختم به الفيديو يمكن هو اللي يتوكل على الله قبل الخير حاجه ما شاء الله شعره زرقاء برضك اهو لسه بيقول لك عمره سنه وشهرين عشان البتاع ده من بوج يعني هو بيتركب على ظهر ممكن تركبه هجيب بس العصا ماشي حاجه ما شاء الله المعلم اسلام عامل لنا بن اهو نشرب البن لو بتاع اهو وبيشد العمل عشان ايه الزبون يتمتع حاجه ما شاء الله يا رب الاسعار تعجبكم ويطلع سعر الحمار ده كويس لان المعلم اسلام بيقول على ده 12000 انا مستغليه بس بيقول هو حلو حلو في المشي الله اعلم يمكن مريحه والتاني ب10 التاني ب10 وفي تفاوض بالصلاة على النبي بيقول لك اول ركوب تعالى يا ريس تعالى بالصلاة على النبي سالك بسم الله ما شاء الله بالصلاة على النبي سننه ايه ولا ولا سن افتح سنانه كده سنان لولي بسم الله ما شاء الله طب بكم ده يا معلم ده بنصيبه جنيه يعني يعني نقول ايه يعني ماشي بنقول 2500 في الحمار اللي ده بسم الله ما شاء الله عمره سنه وبتركب على ظهره حاجه كويسه بسم الله ما شاء الله 031 320 4331 يلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته العنوان المنصوره السنبلاوين المقاطعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته